السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناتي أذواق. حبيت نغتنم الفرصة ونشكر كل المشتركين اللي راه عددهم يزيد يوم بعد يوم. نشكركم على تشجيعاتكم وعلى دعمكم، ونذكر أيضا أن القناة مدعمة بصفحة في الفيسبوك وجروب. أيضا نتمنى تزوروني وتحطوا تطبيقاتكم في المجموعة. اذا بلا ما نطول عليكم، اليوم جبت لكم جاتو ساك سهل مهل بالفرماج، يعني بالجبن. مكوناته قليله لكن البنة تاعو هايله. نروحوا للمقادير. اذا كيما راكم تشوفوا معايا، المقادير بسيطه جدا. الجاتو واش فيه 250 غرام زبده، لازم تكون طريه، يعني فريمون طريه كيما راكم تشوفوا. وعندنا ربع حبات جبن او فرماج، ربع مثلثات هكا. انا استعملت لافاش كيغي. وعندنا فقط الفرينه، يعني نخلطوا الزبده مع الجبن ونلموا العجينه تاعنا بالفرينه. اذا انا حطيت الزبده تاعي، نحطوا معها قلنا ربع تاع الجبن مثلثات، ونخلطوا مليح. راكم تشوفوا يعني الكاطو تاعنا ما فيهاش سكر، لكن في الاخير راح نعسلوها، يعني تجي هايله هاد الكاطو، ما تجيش بزاف سكري، بصح تجي يعني طريه وتذوب في الفرن. كي تخلط مليح اذا الفرماج مع الزبده، نبقاو نزيدو في الفرينه بالعقل حتى تتلم عندنا العجين. اذا العجينه تاعي راح تكون هكا بالطريقه. اذا شفناها طريه بزاف نزيدوا لها الفرينه. احنا ما نخلوهاش طريه بزاف حتى كي نشكلوها ونديروها في الفرن، يعني الشكل تاعها ما يخسرش. راكو تشوفوا يعني فيها فقط الزبده والفرينه والفرماج، يعني ما لازمش نخليوها جاريه لانه الزبده راح تنحل معنا في الفرن. اذا بعد ما تتلم معنا العجينه مليح، يعني انا دات لي حوالي 500 غرام فرينه، ما لازمش نديروها طريه بزاف، نديروها ناشفه باش يعني تشد لنا في الفرن وما تهبط لناش، ما يخسر لناش الشكل تاعها في الفرن. اذا بعد ما كملنا العجينه نروحوا مباشره لطريقه تشكيلها. اذا نبداو نشكلوا مع بعض العجينه تاعنا. نقسموا العجينه على اثنين ونديروا الفرينه دائما ونحل. انا ديت هذا الطابع اللي هو قلب، تقدروا تقطعوا يعني العجينه تاعكم باي شكل تحبوا، تحبوا مثلثات، تحبوا دوائر، يعني الشكل اللي تحبوه. انا خيرت هذا الشكل. نديروها شويه خشينه، علاه؟ لانه ما فيهاش خميره، يعني ما يشرحها تخمر بزاف في الفرن، يعني فقط شويه تتنفخ، يعني تدي حجم قليل فقط. اذا بعد ما كملنا قطعنا كامل الحبات تاعنا، حطيناهم ذرينا فقط شويه فرينه في البلا، ونحطهم في الفرن على 180 درجه حوالي 25 دقيقه، يعني حتى يديو اللون الذهبي. ناكد فقط على حاجه اللي هي العلو تاع هاد الحلوه، اذا لازم تكون عاليه، ما تكونش رقيقه بزاف، علاه؟ لانه ما فيهاش خميره. اذا طيب ونخليوها تبرد ونزينوها مع بعض. بعد ما طابت الحلوه تاعنا ودات تحميره خفيفه كيما راكم تشوفوا، نحيناها وهي تنفخت، لكن تنفخت غير شويه ماشي بزاف، لكن طابت مليح ودات تحميره هايله من تحت. علاش قلت لكم جاتو ساك؟ لانه هذا الجاتو تقدروا تصنعوا يعني كميه منه وتخبيوه، كي يجوكم ضياف فقط راحين تزينوه. كي تخبيوه هكذا يعني ما كاش لي رايح ياكله لكم، لانه صامت يعني ما فيهش سكر. طريقه التزيين تاعو سهله جدا. شوفوا معايا، حكموا عسل، كميه تاع العسل، انا ما سخنتهاش، معايا العسل يعني خفيف. وعندنا كميه من الكاوكاو، كاوكاو مطحون ومحمص، محمص مليح ومطحون. شوفوا يعني الكاوكاو كي تحمصوه مليح صدقوني يجي بنين، يجي هايل. تحكموا الحبه تاع الحلوه تاعكم بالبانسو، تدهنوها مليح
تنسوش ما فيهاش سكر، يعني لازم تدهنوها مليح بالعسل ما من الاطراف، ثم نحطوها في الكاوكاو ما نقطروهاش مليح، نخلو شويه العسل فيها، نحطوها في الكاوكاو ونرمدوها مليح، راح تتحصلوا على هذه النتيجه. نزيدوا وحده مع بعض، اذا انا ما نطولش عليكم، ندي كل وقتي اني نزين الحلوه تاعي ونشوفوها مع بعض في صحن التقديم. اذا الحلوه تاعنا بعد ما زيناها راهي واجده، لاحظوا الشكل تاعها هايل، وحتى المذاق يعني والله روعه. هاد الحلوه اللي ما يحبش الكاوكاو، مع انه بنين بزاف كي يتحمص، يعني اللي ما يحبش الكاوكاو يقدر يزينها بنواد كوكو، يجي الشكل تاعها هكا ايضا مليحه نوت كوكو. وهاد الكاطو يعني شوفوا من الداخل اي باينه بلي خفيفه بزاف يعني، وبنينه رغم انه ما فيهاش سكر، لكن مع العسل هذا جا يعني المذاق تاعها روعه. اتمنى تجربوها. اللي مازال ما اشتركتش في قناتي تشترك، لاني اكيد نوعدكم بوصفات اخرى رائعه. وتهلاو لي في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.